مشاهدينا، وهذه انتقالة إلى محافظة كربلاء المقدسة مع الزميل معتز العبودي، يحدثنا عن آخر الاستعدادات الجارية هناك لاستقبال مراسم ركضة تواريج المليونية واستقبال الزائرين. نعم معتز، تفضل. نعم، تحية طيبة لكم وإلى جميع المشاهدين في كل مكان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نتواجد الآن بالتحديد في باب قبلة سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس عليه السلام، واليوم نصل إلى بالقرب ونقترب من ذروة زيارة يوم العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. كما تشاهدون الآن من خلفي على طول الطرق المؤدية إلى مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليهم السلام، هناك عشرات أو المئات المواكب الخدمية التي توزعت على أطراف الطريق لتقديم كافة أنواع الخدمات لزائري الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هناك جهود كبيرة وجهود تنظيمية كبيرة تبذلها العتبات المقدسة ولا سيما الأخوة في قسم بين الحرمين الشريفين لتنظيم انسيابية دخول هذه المواكب الخدمية وكذلك المواكب العزائية وكذلك المشاركين في إحياء مراسم زيارة يوم عاشوراء ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وكذلك مراسيم ركضة تواريج المليونية. وللحديث أكثر عن موضوع التنظيم وانسيابية دخول هذه المواكب ينضم معي الآن الحاج حبيب الدهش، معاون رئيس قسم بين الحرمين الشريفين. أهلا وسهلا بكم حجي، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى. عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب العظيم وهو استشهاد مولانا الإمام الحسين عليه السلام. باشرت ملاكات قسم ما بين الحرمين الشريفين بالعمليات التنظيمية بالاستمارات الخاصة بالمواكب والتنسيق مع قسم المواكب. لحد الآن ما يقارب 650 موكب خدمي معزيين اللي أكملت استماراتهم هيئة المواكب، بالإضافة إلى أعمال قسم ما بين الحرمين بالتنسيق مع قسم ما بين الحرمين. قسم ما بين الحرمين كما تعلمون هو الأفرع والمؤدية إلى الحرم الشريف، وبإشراف مباشر وبتوجيه مباشر من سماحة المتولي سماحة السيد أحمد الصافة طال الله بعمره وأعزه الله بتقديم الخدمة الأكثر هي إلى زائري الإمام الحسين من ناحية الخدمية. هنالك لدينا الآليات التي تباشر مهيئة الخطة الكاملة لتقديم المعونة إلى المواكب، وبخصوص الخطة الأمنية التي وضعت على الساحة كما تعلمون هي خطة أمنية تعلن في وقتها، ولكن إن شاء الله هنالك استعدادات كاملة لاستقبال المعزيين وإلى ركضة التواريج خلال اليومين المباشرين إن شاء الله، وخدمة إن شاء الله التي يقبلها لنا الإمام الحسين عليه السلام. حجي، يعني الآن كما نشاهد الآن احنا في يعني وسط الظهيرة، درجة الحرارة ما يقارب 48 درجة، عملتم على هذه الأجهزة وتظليل الشارع وأجهزة إرذاذ الماء، ولاحظنا حتى هناك مراوح كبيرة تم وضعها. تكلمنا عن هذا الجهد الكبير اللي تقدمه قسم ما بين الحرمين والعتبات المقدسة. طبعا هذا توجيه من قبل سماحة المتولي، هنا لا نبخس حق الأخوة، طبعا جميعنا نحن خدمة بالفضل العباس عليه السلام، جهد يعني نوعا ما تشاركي وخدمة الإمام الحسين. هنالك جهود مشتركة ما بين كل منتسبين العتبات. هذا العمل الذي قام به الأخوة الهندسية بتوجيه من قبل سماحة السيد المتولي وإشراف مباشر من سماحة السيد الأمين بوضع الظل الخاص للزائرين لتقليل درجات الحرارة، كذلك وضع مرشات الماء، المراوح العملاقة التي وضعت في شارع العباس في المناطق الرئيسية، كذلك إشراك الأخوة الهندسية بصيانة شارع الجمهورية، نعم اللي هو انطلاقية الموكب، موكب عزاء طويريج. وضعت كافة الأمور التي هي تقدم الخدمة وتقلل التعب على الزائر وتقلل ارتفاع درجات الحرارة، لكون احنا نعرف درجات الحرارة بهذه المناسبة جدا مرتفعة. العتبة باشرت بهذا الموضوع لتقديم أكثر خدمة للزائرين. شكرا جزيلا لكم. كما استمعنا الآن من الأستاذ حبيب الدهش معاون رئيس قسم ما بين الحرمين الشريفين، والتي تكلم فيها عن الاستعدادات الخدمية الكبيرة
والأمنية كذلك وعدد المواكب الخدمية، هناك جهود كبيرة تبذلها العتبات المقدسة بالإضافة إلى المواكب الخدمية من أجل تقديم كافة الخدمات للزوار الذين سيأتون من مختلف المحافظات العراقية وعدد من الدول العربية والإسلامية لإحياء زيارة يوم العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. زملائي، هذا كل ما لدي، وهذه عودة لكم إلى استوديو الأخبار. نعم، شكرا للزميل معتز، وإلى السلام.